السلام عليكم ورحمة الله. البقى البقى يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا سعد يا سعد ما نبغي شيء. السلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله يا مرحبا ومسهلا. وايل يا وايل كيف حالك؟ هذا كثير زي اللازم. طيب كيف ماجد وباقي؟ مرحبا ومسهلا. جاك جاك الخير. الله يرحم امك. ما لقيت الا هنا؟ مرحبا. الا ولا ماجد لعد. كنا نقبض على احد المتسابقين اللي تسببين برفس الحصان لاحد الاسنان. الله يبارك الغالي. ايش اخبارك؟ وحده كمان هنا بغى يقول له خش بلحمك. والله يطبرك ارحب ابو يعقوب. الله يطبرك طمرك. طيب بشرنا. انا قلت لك بستقبل طريقتك الخاصه. من باقي ما سلمنا عليه؟ طريقتك خليه طريقتك الخاصه بتوديها القسم العظام. ايش رايك اجر؟ ايش اخبارك؟ طيب الله يسلمك يا رب. البقع يا حبيبي ايش في الجو قلب كذا؟ والله ما ادري صار فعلا فروه ودنيا. والله ما ادري. الله يوفق عبد الرحمن. يا هلا وسهلا. البقع كيف الحال؟ عاش مسافك. ايش اخبارك؟ كيف حالك؟ طيب بشرنا عنك. اسمع لي راح ادخلك بالسياره اسمع لا ورا من دخلك بها بالخيل. الخيل بعطيك انه عندي حساسيه من الخيل. تخيل هل في حساسيه من الخيل؟ لا. واحد يقول لك حساسيه ما ادري من ايش. فروحت للطبيب يجيني كذا اعراض وعيوني وعطاس وكذا. قال لي عندك حساسيه من الخيل. قلت يا اخي هذا طبيب ما يفهم. اروح للثاني قال لي يعطي. قلت كيف؟ وفعلا اي خيل المسه ولا واحد يكون راكب خيل ولمسه بيده بس اجي اسلم عليه بعدين ارد على وجهي كنت اتوقع انه حاجه نفسيه بس طلع فعلا في من الخيل. تتعب اتعب وعاطس عيوني تقلب حمراء. فقبل شيء قبل سعد برا هو يرتب الخيل قلت لا تسلم علي الله يزعل. ففي واحد مختص في الخيل عندك حساسيه ماجد. ما شاء الله. السلام عليكم. هنهم هنهم خذوا راحتكم وحنا شايفين بيت شعب ونروح شكل نفتتحه. شفت كيف توسطت لكم؟ كيف الحال؟ والله سيانه. شو اخبار ابو حميد؟ والله الحمد لله. طيبين؟ طيب. هذه نقنقة المغرب؟ والله لا لا انا ماكل مخلص من الماء من الظهر من العصر. ما شاء الله ما شاء الله. هذا بالزين. اسف شيء رئيس البلدية سابقا. طيب من رئيس البلدية حاليا؟ سفير سمو حاليا جكي. والله كيف الحال؟ وجكي رئيس البلدية. مجيد طويش يا منير. عبد المجيد حياك الله. كيف الحال؟ الله يسلمك. اقلط اقلط الله يحييك. كيف اخبارك؟ يا مرحبا. انا شفتهم يركبون في العصرية بيت شعر خيمة ودنا نجلس اليوم فيها كذا نغير الاجواء. رئيسة السعد حق السعد السبيعي. ما شاء الله ما شاء الله الله يجزاه بالخير. وزبطها قال هذه